مساء الخير على حضراتكم جميعا. بلتقي مجددا بعد عدة شهور مع المعالجة بالقرآن الشهيرة والمعروفة الحاجة سامية فهمي، هي طبعا تواضع منها يعني لأنها قيمة وقامة كبيرة في مصر والعالم العربي، معروفة كتبت عنها الصحافة المصرية والعربية منذ أكثر من ربع قرن. بنعود نشاطنا معاها وبتكلم بتوجه كلمة لأعضاء وقادات شبكة إعلام المرأة والجمهورة في العالم العربي، وبقول لها برضه إيه أبرز الأمور اللي حضرتك بتعالجيها بالقرآن. اتفضلي يا الحقيقة. بالنسبة لموضوع العلاجات دي، هي الحاجات اللي هي تملي سيدة في بين البنات وبين الناس، اللي هي جواز اللي بتأخر والخلفة والوساوس، وسواس القهر اللي هو أحيانا بيؤدي للانتحار أعوذ بالله، والحاجات دي كلها عايزة علاج ورقية حلوة من ناس ذات يعني معرفة بالمواضيع دي. مش أي حد يقدر يعالج، مش أي حد يقدر يعمل رقية، يعني لازم يكون عنده المنحة الحلوة دي من الأول عشان يقدر يعالج الناس يعني. وبعدين إيه، لازم الواحد يكون عنده استشارة، زي اللي هي ما بتخلفش، بس هي مش ما بتخلفش، هي عندها أعطال تانية غير الطب. أنا ماليش دعوة بالطب، الطب ده على عيني وراسي. الطب بيعالج حاجات معينة كتير في الموضوع ده، ولكن في موضوع خارج نطاق الطب ما ينفعش معانا الرقية أو الآيات القرآنية، ودي اللي هي تمام بتتعطل عن الخلفة، وبعدين في اللي بتتعطل عن الزواج بدل ما بيجي لها يجي من 20 عريس ومع ذلك ما فيش جواز، يعني 20 عريس دول كلهم مش نافع، لا يبقى في عندها حاجة، ويبقى بالأغلبية اللي هي العوارض اللي بتبقى معروفة والقرين وكده، والقرين ده أكتر حاجة لأن هو ده لازم الإنسان، ده ممكن يعكس معاكسة كبيرة جدا ولكن خفية محدش بيقدر يعرفها او محدش بيكتشفها كتير، فبالتالي تفضل البنت دي متعطله كتير عن الزواج. وبعدين بتشوف بعض منامات، موضوع المنامات ده لازم الواحد بيبقى فيه رساله او عاوزه توصل عن طريق الاحلام، ان انت عندك حاجه معينه بتشوف حاجات معينه في المنامات دي، لها رموز معروفه ولازم تتفسر مش ما تتفسرش.